طابت أوقاتكم. بالفعل خضع المرشحان الرئاسيان إلى كشف طبي ونفسي لاستيفاء إجراءات الترشح لرئاسة مصر. ولما كنا كغير مختصين لم نطلع على نتائج الكشفين النفسيين للسيسي وحمدين مع حفظ الألقاب بالطبع، وبعد ظهور كل منهما في الفضائيات المصرية كجزء من حملتيهما فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، فليس هناك ما يضيرنا إذا ما حاولنا تحليل إجابات الرجلين، وكذلك ما أحوجنا إلى تحليل الأداء الإعلامي المصري بشقيه الرسمي والخاص، وإلى أي مدى نجح هذا الإعلام حتى اللحظة في وقوفه على الحياد، أم أنه ربما سقط في براثن الانحياز. حلقة جديدة من مصر في ساعة نبدأها بأبرز أحداث اليوم، فأهلا بكم. أكد المستشار عبد العزيز سلمان أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنه تم السماح لأول مرة للمقيمين في الخارج بأن يقوم أي مواطن مصري في أي دولة في العالم بالانتخاب دون الحاجة للتسجيل مبكرا كما كان يحدث في الانتخابات السابقة. أقامت بكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية السابق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن على قرار النائب العام بالتحفظ على أموالها، مؤكدة في دعواها أنها لا تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ولا إلى أي حزب أو جماعة وتحرص على استقلالها. السيسي مش محتاج إعلانات ولا يفط، ولما يجي هيبقى عريس وهنستقبله بأكبر زفة شافتها مصر. بهذه الكلمات وصف أهالي حي الجمالية العتيق استعدادهم للزيارة المرتقبة للمشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي في إطار جولاته الانتخابية المقررة خلال الأيام المقبلة. أهلا بكم من جديد. في حلقة اليوم سنحاول تحليل سمات المرشحين الرئاسيين وكذلك تحليل التعاطي الإعلامي مع كل منهما، وفيها نستضيف الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة. نورنا يا دكتور صفوت. وكذلك نستضيف دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي. نورنا يا دكتور جمال. دكتور جمال، اسمح لي هبدأ مع حضرتك في موضوع الكشف الطبي والنفسي. كشف الطبي مفهوم، إنما فكرة الكشف النفسي للمرشحين لرئاسة الجمهورية في مصر، يعني إيه كشف نفسي؟ هو بيتعمل له بعض الاختبارات النفسية، يعني في عندنا اختبار اسمه الـ MMBI، في اختبار اسمه BLT، اختبار السمات، بنشوف السمات والقدرات. إحنا دلوقتي عايزين وظيفة معينة، بنعمل حاجة اسمها تحليل وظيفة، وظيفة رئيس الجمهورية مطلوب ليها بعض السمات والقدرات. بناخد الكلام ده بنحوله لاختبار نفسي، وبنعيد له السؤال بأكثر من مرة. يعني ممكن اختبار شفهي، يعني اختبار على الورق او على الكمبيوتر. هو نفس السؤال، يعني الاسئله سي مثلا 40 سؤال بيتحطوا في صوره 240 سؤال كمثال. فهو السؤال لما لو هو اخطا او جاب اجابه مجرد عشوائيه هيبان ان هنا يدينا حرف ال اللي هي الاجابه الكاذبه. لو هو صادق هتطلع الاجابات متقاربه من بعض. فهنا بنقول ان هو هذه الاجابه الشخصيه المطلوبه لمنصب رئيس الجمهوريه، عزم شخصيه قياديه، شخصية قادرة على السيطرة على النفس، شخصية عندها رؤية، شخصية قادر ان هو يسيطر على نفسه امام الاخرين قدام استفزازات الاخرين، وهكذا. نحط الكلام ده في اسئلة وانت تبدا تجاوب عليه الى جانب المقابلة الشخصية. انا لما بقعد معاه بتكلم معاه، طب انت اخبارك ايه، بشوف درجة الذكاء، درجة الوعي، درجة الانتباه، درجة التركيز، اللي هي الوظائف المعرفية بتاعت الصبغ الامامي بتاع المخ. لما بوصل معاه في الاخر بشوف هل في باين عليه اي حاجات مرضية، هل في مثلا بعض الاسئله احس فيه توهان، في قله تركيز، في قله انتباه، هل في بعض الضلالات، هل في بعض الهلاوس. طبعا بنستبعدها للكل، ولكن للاسف الشديد في ناس بتبقى كده وممكن تعدي من الاختبار. بمعنى مش فاهم، يعني عنده مرض نفسي ممكن يعدي من الاختبار عادي. مرض نفسي يصل الى ايه مثلا؟ مرض اكتئاب مثلا. يعني احنا بنقول دايما الامراض التي تمنع، الامراض العقليه، الصرع، الامراض العقليه شامله، الاكتئاب الشديد، مرض الوسواس القهري لما يكون شديد برضه، حته الشده ضروريه، والصرع، دول يمنعوني من منصب رئيس الجمهوريه. كويس. ولكن في ناس بيبقى عندها مرض العقل وتقدر تسيطر على نفسها وتقدر تجتاز هذا الاختبار، وتقدر تجتاز الاختبار، ان هو اختبار الاسئله ممكن يجتازه. لكن انا عشان اقول واحد هو سليم نفسيا او غير سليم نفسيا، ده على الاقل بيقعد في مكان تحت المراقبه 45 يوم
في ثلاثة أربعة ثلاثة أطباء بيمروا عليه ويشوفوه في أكثر من موقف، وبنحط له مواقف. يعني احنا كنا زمان بنعمل اختبارات بنسميها اختبارات موقفية. يعني أنا معدي كده أروح كباب عليك شوط مية، رد فعلك إيه؟ أنت حضرتك حط الكاب بتاعك ولا حط الشنطة بتاعتك في مكان وتبص ما تلقاهاش، رد فعلك هيكون إيه؟ دي اللي تبين لي الاختبارات الفعلية. لكن من ورق والقلم والاختبارات الكمبيوتر برضه ما هياش تديني الصورة الجدية. ودليل على ذلك ان انا بعد هذه الاختبارات جاي لي مريض وجايب لي ورقه ان هو اجتاز الاختبارات النفسيه والعصبيه لمنصب رئيس الجمهوريه، يقول لي ازاي بتقول عليا مريض وانا معايا الورقه دي؟ هو مريض بايه يا دكتور؟ مرض عقل، اضطراب، عنده اضطراب نفسي. اضطراب نفسي. طب ها وان انت مريض دي وانت عندك اضطراب، سيادتك في احدى المصحات، في احدى المصحات حكوميه؟ لا مصحه خاصه. المصحه خاصه. ولما قلت له والله انت عيان، قال لك ازاي ده انا اجتزت اختبار رئيس الجمهوريه؟ لا هو الراجل ما قالش انا عيان، هو بيقول انا عايز يديني جواب ان انا سليم. قلت له مفيش حد فينا سليم. قال ما اللجنه بتاعت رئيس الجمهوريه اعطينا ان انا سليم. قلت له هم والله يدوك دي بتاعتهم، انا ما اقدرش امضي واحد سليم الا ما احطه عندي تحت ملاحظه ان التقرير اللي جاي من الشغل بتاعه عن مصايب. لا انما بسيادتك لما قعدت مع لقيته فعلا مضطرب نفسيا. هو مضطرب لكن ممكن لا يصل الى حد المرض، قد يكون الانسان بس انا ممكن اقعد مع الدكتور نفساني واحس ان هو عينه عليا اخاف اضطرب اكتر. ولكن بنقول النهارده عشان اقول ان واحد سوي او غير سوي لازم اختبارات موقفيه، تمام، اختبارات تفاعليه مع الاختبارات النفسيه العاديه القديمه. طيب دكتور صفوت بتفسر ازاي لجوء، طبعا لسه في بدايه الحملات الانتخابيه، يعني احنا طبعا لسه يعني ما عندناش السيسي مع حفظ الالقاب، بقى السيسي طلع في احدى القنوات، نعم، في لقائين معي على نفس القناه. أيوة. في يومين متتاليين. وعندنا حمدين كذلك طلع في طلع في النهار وعده لقاءات متفرقه. طيب بتفسر بايه ان السيسي استهل حملته بقنوات خاصه وليس التلفزيون الرسمي؟ هو يعني انا شايف انه حدث تشبع اعلامي للمرشح السيسي ابان فتره قيامه كوزير للدفاع في الفتره الماضيه من خلال الشهور التي سبقت ترشحه للرئاسه، وبالتالي يعني حرص على توظيف عدد من القنوات التي لها درجه مشاهده محدده يعني عاليه نسبيا، وتوفر شكل انتاجي في البرامج والاعداد والابهار البصري واللوني من خلال الاستوديو. وبالتالي وهو لم يستهل بهذا اللقاء، ولكن عايز برضك اشير لقضيه مهمه. هو استهل في اول يوم في الحمله 3 مايو بلقاء موسع بقرابة 40 إعلامي أو مذيع ومذيعة من قنوات مختلفة. الحقيقة أنا شايف أن هذا اللقاء كان يحمل في طياته درجة من درجات التحيز الإعلامي من هؤلاء الإعلاميين، وخاصة ما صاحبه من مشاهد التصوير والحرص على الاقتراب والحرص على يعني الابتسام والأسئلة الخفيفة الشخصية. أنا أعتقد أن هذا الأمر يعني ماذا كان يضعنا في مأزق لو لدينا مثلا 6 أو 7 مرشحين؟ هل يمكن أن يسعى هذا الكم من الإعلاميين هذا الظهور مع شخص مع المرشحين للرئاسة مع كل المرشحين بنفس الدرجة، أم أن هذا تعمد هذا الظهور مع استهلال الحملة الانتخابية في اعتقادي، وخاصة أن منهم من يتحمل مناصب رسمية في الإعلام الرسمي؟ أنا أعتقد أن هذا يمثل درجة من درجات التحيز في التعامل الإعلامي مع العديد من المرشحين، وعومل في هذا اللقاء وكأن الانتخابات قد انتهت في إطار أحادي الجانب يدعم صورته كمرشح رئاسي. طيب ولكن هو يمكن بس يعني سئل البعض من حضروا هذا السؤال، وقيل حتى يعني نأتي بالطرف الآخر، قيل إن والله وجهت إلينا دعوة من مرشح للرئاسة اسمه سيسي فلبينا، ولو وجهت إلينا دعوة من صباحي سنلبي. الشكل الذي تم به إخراج هذا اللقاء وهذا التجمع الإعلامي في استهلال الحملة الانتخابية، أنا كراجل في الانتخابات السابقة كنت رئيسا للجنة تقييم الأداء الإعلامي،
على طول انا اطالب لجنه تقييم ورصد الاداء الاعلامي ان ترصد هذه، لان هذا الامر وهذا الطلب تحديدا مع استهلال الحمله يمثل درجه من درجات عدم المهنيه في الممارسه الاعلاميه في الفتره التي يجب ان يتسم الاداء الاعلامي بالتوازن والدقه والموضوعيه طيب بين جميع المرشحين. دكتور صفوت، اسف دكتور جمال، هناك من يقول ان والله بعلم بقى الطب النفسي يعني ان والله ربما يكون المرشح السيسي متحسس نفسيا من فكر ظهوره الاول على التلفزيون الرسمي. يقال ان هناك مؤسسات الدوله تدعمه، هو يتحسس من كل ما ياتي من جانب مؤسسات الدوله، فلذلك قرر ان هو يلجا الى الاعلام الخاص. هو اولا يمكن شخصيه المشير عبد الفتاح السيسي، وده يمكن خدناها من لقاءاته السابقه وهو وزير دفاع، خدناها من لقاءاته وهو مرشح لرئاسه الجمهوريه، بنستنبط شخصيه. الشخصيه ده عباره عن ايه؟ اي شخصيه بني، اي بني ادم فينا موروثات جايه، جينات وراثيه، تربيه في الصغر، خبرات مكتسبه. راجل اكتسب بعض الخبرات كقائد في القوات المسلحه، كمدير مخابرات، وزير دفاع، اكتسب بعض الخبرات. بنسميها طلعنا بشخصيه بنسميها الشخصيه البارونديه شويه. البارونديه يعني ايه؟ باللغه العربيه الفصحى بيسموها الزورانيه. أو اصعب كده. او التشككيه. طيب التشككيه او الزورانيه. هذه الشخصية تتميز ب أنا عندي عالية، أنا حاسس بنفسي أنا أفضل من الآخرين، قدراتي عالية جدا، أحس بشك في تصرفات الآخرين تجاهي، دايما في عندي حتة إحساس أن الآخرين بيغيروا مني أو أن أنا أفضل منهم، فبالتالي بيغيروا مني أو بيحاولوا يدبروا ليا بعض المكايد، فمش عايز حد يمسك عليا غلطة. دي حاجة دائما عنده الإحساس، ودي يمكن اللي هو حاول يقتطعها من اللقاءات امبارح في الحديث بتاعه، ان هو دايما الشخصيه البرنامجيه ما تحبش الشغل الجماعي، دايما يشتغل واحد، وقد يكون ناجح 100% في الشغل الفردي. نعم. ولكن الحياه دلوقتي كلها بنتكلم على تيم وورك، فهو امبارح دايما بيركز على حته التيم وورك. احنا بنسميها ده رياكشن فورميشن، تكوين رد الفعل. يعني انا تركيزي على احنا مع بعض، احنا مع بعض، مشاوره الصباع، احنا مع بعض، دي اللي هي مشاوره القائد او الاحساس بالعظمه. هو للاسف برضه عنده حته الايز لبروفوج، يعني سهوله الاستثاره. انا النهارده ودي لازم يعني طبعا مع الحمله بتاعته يدبروا الموضوع ده، ان انا ما ينفعش ان انا سؤال استثار معاه، اي سؤال مهما كان شده السؤال، يعني اي سؤال يوجه لرئيس الجمهوريه لازم يتعامل معاه بنوع من الليونه والمرونه لتقبله، ما احطش نفسي عاهه حد يدوس عليها، ما ازعلش من كلمه. يعني اتذكر كلمه ايام الانتخابات السابقه، كان في بعض الناس بتتكلم على الدكتور محمد مرسي الاستبن، وكنت انا ويمكن الدكتور ياسر عبد العزيز في احدى القنوات، وكلمني المتحدث بتاع الاخوان المسلمين، قال لي طب حلها ايه؟ قلت له يا اخي العزيز حلها ان انت لما تسمعها ما تردش. تمام. انا لو ما ردتش مره في ثانيه في ثالثه ما حدش هيضايقني بيها. تمام. لكن مجرد احساسي بالحرج من كلمه عسكر هيحطني تحت وطاه الدرس، ان كل ما اتضايق منك عسكر عسكر انت هتضايق مني ليه؟ طيب يعني يا دكتور جمال بدات مبكرا للغايه، احنا لسه مفترض معانا يعني الكثير من المقاطع، من حوالي 6 مقاطع كده، ممكن بقى نشوفهم ونسال ضيوفنا الكرام في تحليلهم للاداء حتى البدني امام الكاميرا، ما يعرف بالبادي لانجوج لكل مرشح، وممكن في انتقاء بعض الالفاظ، وحتى دكتور صفوت هيكلمنا عن مستوى الاعلام في اللقاء، ايه اخباره له ولا عليه. أكد الدكتور سعيد عبد العظيم أستاذ الأمراض العصبية والنفسية بطب قصر العيني أن السيسي دخل قلوب الناس، وأنه يحمل خبرة طويلة، وأن لغة جسده تشير إلى التواضع مع القوة في نفس الوقت. اعتبر الدكتور سعيد عبد العظيم أستاذ الأمراض العصبية والنفسية بطب قصر العيني أن حمدين صباحي لم يختبر في موقع، ويعتمد على الشباب، وتظهر في ملامحه طبيعته الثورية وحماس الثورة، ولا يخفي مشاعره أو دوافعه. يرى الدكتور هشام بحري رئيس قسم الطب النفسي بطب الأزهر أن السيسي رجل منضبط وهادئ الطبع، يمتاز بالجدية في تعامله مع الناس، ويمتلك كاريزما قيادية صارمة وحازمة وتحرك الوعي الشعبي وتجعله أكثر إقناعا وذكاء، خاصة في القرارات المصيرية.
طيب ربما قيل كثيرا وكثيرا وكثيرا عن لجوء المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إلى لغة يعني الود، إلى لغة الطيبة، إلى حتى اختيار طبقة صوت رقيقة هادئة تعكس ربما أجواء يعني من الدفء فيما يعني في كل ما سبق. وربما أيضا خدنا نموذج من ده في لقائه قبل أيام يعني قلائل مع وفد من سيدات مصر في حملته الانتخابية. نتابع كده كويس الكلمات بتاعة الرجل وطريقة أدائه ونبرة صوته كمان. أكدتم أن أنتم بتكتبوا تاريخ جديد، المرأة المصرية بتكتب في التاريخ حاجة على خلاف الأمم تقريبا، أو على الأقل خلينا عشان ما نظلمش بقية الأمم، بالنسبة لمصر بتكتب تاريخ، بتقول لا خلي بالكم بقى احنا موجودين وقادرين وممكن نعمل المستحيل. احنا عندنا 12 مليون شاب وشابة ما بيشتغلش، 12 مليون دي دولة. حاضر. انا بقوله لكم ليه؟ بقوله لكم عشان تعرفوا ليه انا بقول لكم انا محتاج مساعدتكم. لان حضرتك لما يكون عندك، انا برضو بتكلم على الظروف اللي هي الناس رقيقة الحال. طيب ربما لا احتاج الى سؤال يعني الى تعليق. دكتور جمال، تقيم ازاي نفسيا ما سمعت؟ والله يمكن المرشح المشير عبد الفتاح السيسي بيلجأ دايما لنبرات الصوت، تغيير نبرات الصوت، بس هي يعني لما نيجي ندور لها على الكاريزمية مش موجودة للأسف في حتة الصوت، لا سواء يمكن السيسي أو الصباحي، حتة الكاريزما الصوتية للأسف في الاتنين مش موجودة. يمكن هو بيتكلم بنوع من نقول عاطفة شوية أو السيمباسي أو الحنان عالي شوية في كلامه مع السيدات، ان هم السيدات اللي وقفوا ايام الدستور يمكن بصوره كانت شديده جدا وعلوا نسبه المشاركه وشجعوا ازواجهم واولادهم ان هم يطلعوا، فده كان زي شكرانيه من عبد الفتاح السيسي لسيدات مصر، وهو متاكد ان هم الاكثريه اللي هتطلع لتأييد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمه. طيب انا مدون عندي كذا حاجه بس هسالهم لسيادتك، بس بعدين نسمع الدكتور بس صفوت. مدون مثلا فكره نصيحه رب الاسره اللي انا حسيتها، فكره متلازمه يده اليمنى وهو بيتكلم، وبرضه ربما يعني محاولاته الدائمه لبث الثقه في اي وفد بيقابله، يعني سيبقى نساء مصر، شباب مصر، خبراء مصر، اعلامي مصر، دائما هو عنده فكره بث الامل وبث الثقه في كل وفد. بس بعد ما نسمع دكتور صفوت، دكتور صفوت لو قلنا ان اول حوار كان للسيسي بعد طول انتظار كان على قناتين خاصتين، يعني حتى هذه اللحظة لا نعلم لماذا أتى الحوار مسجل، لا نعلم حتى أين تم تصويره، لم يعلن أين تم تصوير اللقاء. أيضا فكرة اختيار المذيعين الزملاء يعني الإعلاميين الفاضلين، الاختيار برأيك هل مثلا في يعني في اي تمازج نفسي بين الضيف والمحاورين؟ لا، انا شايف اولا انا في عده مداخل، قد يكون الحس الامني وبعض التخوفات يعني المخاوف الامنيه هي دافع وراء اكثر من ظاهره، عدم وجود برنامج لقاء جماهيري في التفاعل مع الجمهور، عدم وجود لقاءات معلنه ومحددة سلفا او مؤتمرات. عادة المؤتمرات الانتخابية حتى لرئيس الجمهورية الاسبق تبدأ في لقاء معروف ومحدد سلفا وتحضره عدة الاف من الشخصيات، وحتى تقديم البرنامج الانتخابي عادة ما يبدأ في لقاء جماهيري. وحتى انا كمخطط لحملات دعائية بفضل ده للمرشح الرئاسي او المرشح على المجلس النيابي. ايضا البعد الامني هنا في هاجس عالي خصوصا مع عدة تعدد محاولات الاغتيال.
في اللقاء اللي تم مع المرأة أيضا لم يعلن عنه، وإن كان عينة منتقاة من الأنسات أو السيدات. الاستمالات العاطفية مع المرأة لها دلالات، لكن أنت عايز تتكلم على اختيار القناتين. أيوة. والمحاورين. والمحاورين. أنا شايف أن لميس كانت أقرب إلى طبيعتها. لكن إبراهيم عيسى أنا شايف أنه كان متحفظا أكثر من اللازم، وهذا الأداء ليس عادة إبراهيم عيسى، وكأن هناك ضغوط محددة جعلت إبراهيم عيسى لا يظهر بطبيعته. تمام. ولذلك كان أحيانا كان يعني عندما يطرح سؤالا فيه بعض الدلالات الإيحائية كان وكأنه يكمل سؤال للميس. تمام. ولا يطرح فكرة كاملة. طيب. هذا الأمر جعل أحيانا المرشح الرئاسي يجيب بالطريقة التي يراها وليس بالإجابة التي قد تكون مطلوبة من السؤال. دي قضية مهمة. يعني أحيانا يعني أنا من الممكن أن أناور جدل المحاور. بمن يسألني أن أنا أجيب وأذهب للحتة للجهة أو للتوجه الذي أفضله، الجانب الأخلاقي خاصة في اللقاء الأول، وأتجاهل المغزى المستهدف من السؤال. وهنا كان يمكن لأحد مقدمي البرامج لو الأمر طبيعي أن يتدخل وأن يقول المستهدف من هذا الأمر كذا وكذا وكذا. تمام. وهو أمر يمثل توضيحا للرأي العام أن وهذه أسئلة، وخاصة يجب الإجابة عليها طبعا. لأن أنت هنا بتأكد وتطمئن ملايين الناخبين. تمام. طيب دكتور جمال، يعني عطفا على ما تفضل به دكتور صفوت، هناك من يقول أن اللقاء بدأ يعني قويا جدا، أن المحاورين الفاضلين هجما على سيسي في بداية الحوار. أول سؤال اتقال للسيسي، ها هو أنت كنت بتخطط فعلا لفكرة الوصول إلى الحكم عندما أعلنت 3/7 خريطة المستقبل؟ يعني بمنتهى القوة بدأ الحوار، إنما استطاع السيسي أن يفرض بأدائه هيبة على نفسه جعلت الحوار يسير في اتجاه يريده هو. إلى أي مدى تتفق مع هذا الكلام في علم الطب النفسي؟ يمكن هو الحديث الاولاني الجزء الاول بالذات يمكن كان بدأ الاول بصوره ضعيفه، حتى يمكن موقف السيد فتحي السيسي في الاول كان الصوره مش قويه، الاجابات ما كانتش واضحه، كانت اغلبها اجابات مبهمه، زي ما الدكتور صفوت بيه اتفضل وقال لك انا بجاوب اللي انا عايز اقوله ايه، ما يجي بسؤال موجه الي، فما كانش بيديني صوره واضحه للحديث. كان واضح ان هو برضو في حته هزه موجوده، يعني نقول في حته اهتزاز انا كراجل نفسي بشوفها في الصوت اللي عسامه ملأت ليه، يعني زي ما الاخ استاذ ابراهيم كان هو بيتكلم لما بيجي يطرح السؤال تحس ان هو بيبلع زوره اكثر من مره، وخصوصا بعد ما قال له كلمه العسكر ورد عليه بحديه المشير عبد الفتاح السيسي. طيب. ابتدت اسئلته تتراجع علميا بقى يا دكتور، علميا هل يستطيع شخص ان يفرض يعني هيبه على الحضور بما يملك؟ يعني علميا تفسرها بايه؟ المنصب اللي بيفرض مش الشخص. لا المنصب. انا شايف لا في قضيه مهمه. اتفضل. نحن ندرب، وانا تدربت وانا في سنه اولى كليه الاعلام، انني حتى وانا طالب في سنه اولى في كليه الاعلام لو قابلت رئيس الجامعه ولو قابلت وزير التربيه التعليم العالي انا اعبر عن الراي العام، وبالتالي انا لا منصب ولا مكانه ولا هيبة لأي مسؤول أيا كان أمام الإعلامي الحقيقي الذي يريد أن يعبر عن تساؤلات لدى الرأي العام، وإلا لأن أنا يعني مندوب عن الرأي العام للتعبير عن هذه التساؤلات وهذه الأطروحات، وبالتالي الفهم الدقيق للإعلام الذي يملك الخبرة مهما كانت مكانة من يقابله أنه ند لمن يقابله. طيب حتى يعني احاول انا اكون في المنتصف. يعني يقال ايضا وهقول الكلام ده في حضره يعني الدكتور صفوت وهو استاذنا وهو يصحح لي، يعني ان دور الاعلام او دور المحاور في مثل هذه اللقاءات ان يسال، وكفاه سؤاله يحرج يعني الضيف، يضع الضيف في وضعه الحقيقي حتى اذا لم يجب الضيف. طب. قام المحاور بدوره. ما حدث ان ربما يعني المحاورين سال
سأل عن هل في العائلة رجال أعمال؟ يعني في بعض الأسئلة ربما تكون في الصميم، سأل عن رقابة ميزانية القوات المسلحة مثلا. إنما أيضا يقال إن هذا الحوار كان بمثابة لعبة ذكاء، لعبة شطرنج، هو بالفصحى شطرنج بالمناسبة، وإن فاز فيه سيسي بنجاح. بعد الفاصل. بيّن الدكتور هاشم بحري رئيس قسم الطب النفسي بطب الأزهر أن حمدين صباحي يمتاز بالثقة بالنفس ويعتمد على القراءة الجيدة للأوضاع، وهو منظم وهادئ وشخصيته حالمة وعاطفية. يرى الدكتور هاني هنري أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية أن السيسي يمتلك قدرات هائلة في الثبات الانفعالي والنفسي، وأن عمله بالمخابرات الحربية أكسبه تلك الصفة بدرجة عالية، فصارت تعبيرات وجهه لا تنم كثيرا عما يجول بداخله. يشير الدكتور يسري عبد المحسن أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة أن شتات السيسي في بعض الأحيان وخروجه عن سياق إجابة بعض الأسئلة سببه أنه قد يكون في حالة إرهاق ذهني بسبب ملاحقة الأسئلة المتتابعة، كما أن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه قد تكون سببا في شروده بعض الشيء. طيب، كذلك ظهر المرشح حمدين صباحي في قناة فضائية خاصة وكذا فضائية يعني مش واحدة، وكذلك ظهر في مؤتمرات جماهيرية، اختار أن يدشن حملاته الانتخابية مثلا في المحلة، المحلة لها رمز عند النصريين. هو بدأ حملاته الانتخابية في أسيوط مسقط رأس جمال عبد الناصر، كويس، ودعم حملته في اليوم الثالث طيب في مدينة المحلة كمدينة عمالية، تمام، لها توجه نصيب. طيب، أعلن بدء الحملة الانتخابية، أول ظهور لي في أسيوط وبدأها في المحلة، صح، مع لرمزية المحلة لعبد الناصر، وهناك من يقول أنه ارتدى أو تلبس روح عبد الناصر مفردات وصوتا وحتى يعني أسلوب خطابة وهكذا. نشوف ونسأل ضيوفنا الكرام. لو قطعنا العام عندنا في خطة، قطاع عاز وقطاع تعاوني ومشروعات صغيرة ودعم للمستثمرين المصريين وجذب للاستثمار العربي والأجنبي، أنا أقول لكم يا شباب البلد فرصتنا عظيمة في ان احنا نعمل تنمية شاملة كبرى تحقق قوة اقتصادية لمصر وعدالة اجتماعية وفرصة عمل كريم لكل مصر. بس المفتاح ارادة سياسية، خطة كفأة رشيدة. وعاوز اقول لكم وانتوا شباب الثورة، انا مش جاي اوعدكم بس بلقمة العيش اللي هي حقكم، أنا بوعدكم كمان بالحرية. يقال إن المصريين يعيشون يعني أزهى عصورهم في يعني أيام الدعاية الانتخابية، كل ما يحلمون به يستمعون إليه، يعني وعود بنهضة الصناعة، وعود بنهضة البلاد، وعود بإقامة الحريات، إلى أن تأتي يعني ساعة الانتخابات. طيب، نروح سريعا عشان الوقت بدأ يدهمنا، نروح سريعا إلى السيسي المرشح المنافس ونشوف انزعاجه بعض الشيء في الحوار التلفزيوني عندما يعني اضطر المحاوران إلى مقاطعته، ونشوف إزاي تعامل مع الأمر. ما تاخدوش بالمعنى ده، لكن خلينا نقول يعني بالمناسبة يا أستاذ بلد، أنا في الجيش كده. ما هو في الجيش يا فندم؟ لا لا، انتظر الحياة المدنية. لا لا، انتظر في الجيش في أوامر ونواهي. عايزين تسمعوا ولا عايزين تقولوا انتوا؟ ما لا، اتفضل اسمعوني، انا عايز اقول لكم ايه. عاوزين تسمعوا ولا تقولوا انتوا؟ تفسر بايه ده يا دكتور جمال؟ بس في جزء قبليه محمد، طيب، لما قال لابراهيم انا لن اسمح العسكر لك تعد موجودة كل هذه الجمله، هنجلها هنجلها، بس هو الامر تصاعديا، بجمع الامر تصاعديا يعني. الاول بيطلب منهم عشان ما نمشي مع علم النفس، الاول بيطلب منهم الا يقاطعه، وبعدين بيفرض هو رايه بيقول لن اسمح.
فماشيين في الامر تصحيح. هذه الشخصيه البرنوديه القياديه هو قائد. عايز المصطلح يبقى واضح امام المشاهدين. هو شخصيه معتزه بنفسها. كويس. قائد. يعني ده شيء ايجابي ولا سلبي؟ لا ايجابي طبعا. ايجابي ومطلوب. لا لا شخصيه مطلوبه. طيب. احنا بص يا اخي شخصيه قائد احنا في هذه المرحله من الزمن مطلوب قائد قوي يستطيع ان يقود الناس له تطلعات نقدر نعملها ليس له كلام مرسل. طيب انا النهارده لما ادي الناس محتاجه طموحات كتير، الناس محتاجه ناس كتير. الناس عندنا تعبانه جدا. تمام. محتاجين قائد يدي وعود بحاجات نقدر عليها وليس كلام مجرد كلام في مؤتمرات لا يغني. دي هي النقطه المهمه جدا. تمام. انا عايز واحد يوعدني ويقول لي 1 2 3 4 مش مجرد ها 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 ادي انا خلاص بطلت اكل منها. طيب عندك اي تعليق على السيد حمدين او المرشح حمدين؟ الاستاذ حمدين صباح مع احترامي ليه طبعا وتقديري العزيز لشخصيته، انا بس دايما لما بنيجي نقول على شخصيه بناخد من الخلف. اثناء بعد ثوره يناير اثناء وجود المجلس العسكري كان سياده المشيح حسين طنطاوي هو رئيس المجلس العسكري، حصل ان قطعوا الطريق الدولي في كفر الشيخ. عمال طلعت. تمام. سياده مصنع مش عارف السماد وراحوا قفلوا الطريق. السيد حسين طنطاوي طلب من السيد حمدين صباحي صفته مرشح رئيس الجمهوريه روح اتدخل فض الناس. مش هقول اكتر من كده. ايه اللي حصل له هناك؟ فهل هذا يصلح لمصر رئيس الجمهوريه؟ لا بس ده كده مفيش طب نفسي خالص يا دكتور. لا ما هذا منظر. انا باخد الشخصيه من ايه يا فندم؟ باخد الشخصيه من قلنا وراثه تربيه خبرات. لا بس خبره حياتيه. لا لو جبنا مثلا نابليون بونابارت وقلنا له حط روح تعامل مع ناس في موقف هياج ما هيفشل. انا لو ليا الكاريزما ما هي دي النقطه اللي انا قلت لسيادتك عليها، الكاريزما القياديه اقدر اتصرف. طيب عندي سيادتك تحليل بالطب النفسي لما سمعت اللي هو بالنسبه لجزئيه حواره في المحل كلامه فكرته وعوده استخدام يده اليمنى هنا نقول استمتاعه بالهتاف. هي الشخصيه بتاعت الاستاذ حمدين صباحي شخصيه كاريكاتيريه شويه يقدر يتكلم كاريكاتيريه يعني راجل لذيذ يتكلم كويس هيطلع كلام كويس هيتصرف اللي هي الاكتورز نظام التمثيل بيطلع كويس. يعني انا لما احطه في مقارنه مع حد او في موازنه لو حطيته في مواجهه مع واحد هينتصر 100% ما اقدرش اقول لا لازم ولكن احنا بنتكلم النهارده هذه الوعود او هذه الاطلاقات اللي انت بتطلعها فور وات لغايه فين؟ تمام. هو باين قوي يا دكتور انت من انصار السيسي يعني. لا ابدا والله خلينا حياديين. طيب. ولكن انا بقول مصلحه البلد عايز انسان قوي. كويس اتفضل. انا عايز اطرح عده افكار. اتفضل. حمدين محنك سياسيا ومحنك خطابيا وهو الامر الذي بدا منذ شبابه الاول من ايام الجامعه من كان طالبا في الفرقه الثالثه ووقف أمام الرئيس السادات وكان رئيسا لنادي الفكر الناصري في كلية الإعلام وسياسة الاقتصاد وغيرها من كل يعني وحتى الآن مر قرابة 39-40 سنة على ممارسته للعمل. طيب. السياسي فبالتالي لديه درجة من الخبرة في الخطابة في ترتيب الأفكار في إلقاء الحوار إلى آخر. يعني السيسي لا ننسى أن خلال الثمانية أشهر الأخيرة تعامل معه الجميع تعامل مختلف ليس كمجرد وزير للدفاع ولكن كمحرك رئيسي وقائد رئيسي للتحول السياسي الذي تم في مصر فيما بعد 30 يونيو. نعم عمل معاملة الفاتحين يعني. ولذلك عندما نجد جمل قليلة قيلت عاطفيا وتم تكرارها في الإعلام. تمام. هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه، هذا مصر كبيرة وستظل أم الدنيا، يعني وغيرها من الجمل والكلمات التي وضعت. لكن أنا كنت أتمنى إن السيسي عندما يظهر ويقدم برنامجه الانتخابي لا يكون في شكل حوار حتى تظهر الصورة متكاملة بكل تفصيلاتها، لأن أحيانا طرح السؤال والإجابة قد يشتت فكرة المشاهد عن مضمون البرنامج الانتخابي أو فكر المرشح نفسه ترتيب الأولويات. ليه؟ لأنه في الانتخابات دائما نختلف أو نتفق
الآن بعض مؤيدي هذا الطرف أو ذاك يقول لك البرنامج الانتخابي ده مجرد كلام مرصوص. أنا كدارس في الدعاية الانتخابية أقول لك لا، كلام مرصوص يلزمك بقضايا انتخابية وقضايا تلتزم تفصيليا كمرشح سياسي أن تلتزم بها أمام مواطنيك وناخبيك. وبالتالي الطرح التفصيلي للبرنامج الانتخابي دون طرحه كليا قضية مهمة في بناء الثقة بين الناخب مهما كان درجة وعيه والمرشح. تمام اتفضل. إضافة بس اتفضل. يمكن الأستاذ حمدين صباح هو بيتكلم كان صوته عالي قوي. كويس. ارجع للانتخابات الأمريكية من فترتين كان في كوريل كان مرشح كان نائب رئيس جمهورية سقط ليه وسقط معاه رئيس الجمهورية عشان كان صوته عالي. بيعتبر دايما في علم النفس الصوت العالي دليل على ضعف عملية تعويضية. ودي يمكن احنا لما لومنا على السيد مشير السيسي ان هو على صوته في لحظات. نعم. لحظات. الناحية الثانية الأستاذ حمدين المؤتمر كله بصوت عالي. بس يمكن عشان ده هنا استوديو. لا يا فندم لا يا فندم لا يا فندم مؤتمر جماهيري. الراديو وسيلة يا جماعة. خلي الدكتور جمال وجهة نظر ونسمعك. أنا طيب. أنا دلوقتي وجهة نظري إيه؟ إن النهاردة الأستاذ حمدين صباحي أنت راجل تاريخك ما حدش هيتكلم عليه. كويس. استحالة. طيب. أنت راجل وطني مخلص كلنا عارفين الوطنية بتاعتك مش هنزايد عليك ولا هنزايد على مين حمدين صباحي. مش من حقنا نزايد عليه لصالح مصر أساسا. طيب. ولكن أنا بتكلم دلوقتي كعلم نفس. شوف أنت لما جبت الشريط وشوف هو كان بيشاور بصباعه والصوت العالي هنقول عشان فيه حشد. نعم. لكن دائما إخراج الصوت العالي أنا بقول لك سقط رئيس أمريكا. كوريل كان نائب الرئيس سقط بسبب الصوت العالي. اعتبروه ده ضعف. طيب. وإن دي عملية تعويضية. ولومنا على السيد عبد الفتاح السيسي لما على صوته بنفس المقدار وإن هي برضه نقطة ضعف فيك. لما عليه صوتك لما سألت سؤال العسكر. تمام. أحد تكنيكات الخطابة للمرشح السياسي وللمحاضر وللمتحدث عندما يكون في لقاء جماهيري ارتفاع حدة الصوت لا تعني أبدا ضعف الشخصية بل هي أداة من أدوات الخطابة في التركيز على جمل معينة في ضبط الأداء الصوتي للحضور في التزامهم الصمت في متابعة كلماته إلى آخره. تمام. لكن تمام. لكن بس في نقطة يا دكتور لحظة اتفضل يا دكتور. التواجد وأنا كمتخصص يمكن أن أضطر في محاضرة فيها 200 طالب أن أرتفع بدرجة الصوت وأهبط به كنوع من التحكم في إيقاع القاعة. نعم لشد الانتباه. ولكن 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 في هذا اللقاء التلفزيوني أنا أعلم تماما أن أي درجة صوتية في أدوات تكنولوجية تستطيع أن تصل بالصوت فنيا وهندسيا وتكنولوجيا إلى كل مواطن في بيته بدرجة معينة. تمام. وبالتالي أنا لست في حاجة إلى ارتفاع الصوت. كويس. ولكن الصوت قد ارتفاع الصوت قد يأتي من انفعال معين نتيجة مثلا أن سؤالك قد لا يأتي على هواية فأنا ارتفع بحدة الصوت. تمام. لان اختلاف في وجهة النظر هنا او هناك. انا بس عايز ارد على الدكتور صفا بيه في الحته دي. اتفضل. الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه. نعم. لما كان بيخطب كان بيتكلم بصوت عالي؟ اه لا هو صوته بطبيعه صوته. انا اسف طبيعه صوته. طيب كويس. لذلك هنا احنا بنقول في كاريزما صوتيه. نعم. حتى لما اتكلمنا على السيسي او الصباح الاثنين ما عندهمش كاريزما صوتيه مش عيب. طيب. لكن انا بقول عبد الناصر كان لما بيتكلم حاطط ايده في جيبه ايده الشمال في جيبه واقف يتكلم قدام الميكروفون صوت عالي ده بتاعه بتاع ربنا فما كانش بيعلي صوته. اه مش اصطناعي يعني. لكن الاستاذ يعني احنا بنتكلم عشان نبقى فير تماما. استاذ حمدين صباحي لا هو كان بيتكلم انا اسف وصلت لدرجه التشنج في الكلام ليه مش محتاج ما تقوليش عشان في 1000 واحد قاعدين ما انت في ايدك 4 ميكروفونات. طيب وفي 500 اسطوانه موجوده بتسميع الصوت. ولو يعني تسمحها لي قبل الفاصل يعني لان انا برضو بنتمي الى هذه المهنه بعض الشيء يعني طبعا. فممكن ممكن ممكن ان يكون لطبيعه الحال تاثير على المتحدث بمعنى انا لو قاعد في استوديو يعني له 4 جدران وفي هنا مايكات يعني متركبه انا ساكون يعني انا حريص جدا ان انا ما اعليش صوتي جدا انما لو قاعد في مؤتمر وقاعد في قاعة كبرى حتى عيني مش شايفة اللي في آخر الصفوف بشيء نفسي بحت دون يعني افتعال ربما يعني اضطر ان انا
ارتفع بنبض صوتي بعد الشيء بعد الفاصل. هنكمل ونشوف عندنا لسه مقطعين لحالة الانفعال لكل من المرشحين. أكد الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق أن حمدين صباحي يستخدم شعارات كثيرة في خطاباته لا تمثل أي دلالات واضحة لدى المواطن البسيط. اعتبر رئيس حزب التجمع سيد عبد العال أن البداية الحقيقية للسباق الرئاسي كانت بعد لقاء السيسي مع لميس وعيسى، وأن ذلك كشف عن شخصية قوية يمكنها قيادة البلاد وتحقيق الأمن والتنمية في وقت قصير. أكد رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي اللواء عادل القلة أن خطاب المشير جاء واقعيا وقابلا للتنفيذ، بينما حاول حمدين في مؤتمر المحلة ارتداء عباءة الزعيم جمال عبد الناصر في إطلالته الأولى على الجماهير. ربما لم يرى المصريون يعني غضب المرشحين من قبل، يعني فوجئ المصريون بغضب المرشح عبد الفتاح السيسي مثلا أثناء لقائه الأول مع السي بي سي، محطة السي بي سي، عندما كرر المحاور لفظ العسكر وقال له بشكل يعني به بعض من الحدة انه والله مش هسمح لك تقول عسكر تاني، مستخدما ايضا يده او يده اليمنى. هنسأل فيها دكتور جمال. انا مش هسمح لك تقول العسكر تاني بصراحة كده. لا طبعا. الكلمة دي لا غير مقبولة على جيش مصر بالمناسبة. لانه الجيش ده عمره ما كان الا عند حسن ظن المصريين بيه. ليه الحساسية المفروضة مع هذه الكلمة سيادة المشير؟ لا هو لا تعني غيرها يعني الصفه العسكريه يعني مش لا العسكر مش كده، العسكر دي بتعني فئه من القوات كانت موجوده في العصر القديم زمان، انما العسكر دلوقتي لا عيالنا واولادنا وابائنا واخواتنا اسمها المؤسسه العسكريه القوات المسلحه. يقال في التاريخ ان العسكر يعني لفظ يعود الى دوله المماليك، حينها كان من الممكن ان يتم استئجار مقاتل ثم يرتدي علم من يعني يرتدي، ففي الامر ما فيش وطنيه، انما لذلك ربما انزعج المرشح السيسي لانه بيقول دلوقتي الوضع ما فيهوش كده، ما ينفعش واحد الماني يجي يبقى في الجيش المصري، في وطنيه في الامر. على اي حال، كذلك المرشح حمدين صباحي انزعج بعض الشيء عندما سأله الإعلامي عمرو الليثي في لقاء قبل شهر تقريبا على محطة النهار عن تقديم أو الحياة أسف قناة الحياة عن تقديمه للذمة المالية على الهواء، فهنشوف إيه اللي حصل. رئيس الجمعية المالية بقدمه للدولة المصرية بقالي كام سنة دلوقتي؟ من سنة 2000 من أول مرة دخلت فيها البرلمان وقعدت فيه 10 سنين لحد الانتخابات اللي فاتت. انا انشر زي ما نشرت السنه اللي فاتت، واللي عاوز يتابع حالتي الماليه يتابعها من اقرار زميلتي. لكن هل العوائد البنكيه تستطيع ان تغطي احتياجاتك الاسريه والمعيشيه لحمدين؟ يا استاذ انا راجل من عيله مستوره وعايش مستور ومتخرج من 76 وطالب متفوق وصحفي متفوق، وفي يوم كنت بقبض $1000 في الشهر لما كان بعض زمايلي المتخرجين مش ما بيقبضوش 60 جنيه. وبشكل أرباح من صاعد اللي كنت رئيس تحريرها مؤسسة ناجحة لم يحققها أحد يعني، ومراتي بتشتغل وأولادي الحمد لله اتعلموا وتخرجوا بيشتغلوا. السؤال المريب اللي دائما يحاول أن يلصق بحمدين تهمة في ذمته، الحقيقة مستهلك، وبعدين نفس اللي بيقولوه كل مرة بيقولوه. طيب دكتور جمال، كيف تقيم لحظات الانفعال لكلا المرشحين؟ كل واحد نفس كل واحد في محط جرح لنفسه وحط عيب او وصمه الاخرين ينادوا بيها. سياده المشير فتح السيسي قال لك عسكر وكلمه بتضايق، يعني بما معناه بتضايقني ما حبش حد يقولها تاني. فطبعا دلوقتي اي حد هيمشي بطبله عسكر يعني كده بيضايق المشير فتح السيسي. الاستاذ حمدين صباحي محدش يشككني في ذمتي الماليه، وانتم ماسكين ذمتي الماليه ليه وتكرريتوا منها معناه ان هو حاسس ان هو متاثر بيها اكثر من مره او يعني اتهان فيها اكثر من مره. فبالتالي في اي مؤتمر
هيطلع فيه، ولو واحد وقف من بره كده ذمته الماليه وطبل له كده بكلمتين هيبتدي ينهار نفسيا على الاقل ويبتدي يتلعثم. دكتور صفر، هو طبعا الانفعال وارتفاع حده الصوت بتستخدم كمسلك دفاعي من المرشح للتعبير عن وجهه نظر مخالفه لمن يطرح السؤال. وبالتالي في قضيتين هنا، قضيه العسكر قضيه قد تكون اكثر عموميه، قضيه الذمه الماليه قد تكون اكثر خصوصيه. فانا بقول لو وضعنا درجه المقارنه، لو سئل عبد الفتاح السيسي عن ذمته الماليه وكان ساكن فين وسكن فين وقدرته الاقتصاديه ومدى تدرجها، اعتقد كان ممكن نجد انفعالا مشابها، خاصة أنه حمدين عنده مأزق في أن هذا الأمر استخدم ضده كثيرا. تمام. في انتخابات سابقة وربما يكون كان يستخدم ضده يعني. يعني طيب. هو اعتاد منذ ممارسة العمل السياسي أن يستخدم هذا الأسلوب ضده. تمام. من الحزب الوطني وغيره من كان عليه أن يعني يعمل حاجة اسمها دينايل، إنكار تواجد هذا السؤال. تمام. فبالتالي ما حدش يمسكه عليا بعد كده. طيب، ربما استغرب المصريون كثيرا من في لقاء المرشح عبد الفتاح السيسي من ذكاء الرجل، من عدم إجابته بشكل مباشر على كثير وكثير من الأسئلة. وصل الأمر إلى لحظات من الصمت، وصل الأمر إلى إجابات بالصمت. نشوف. أنا برد على السؤال. يعني آليات العمل في جوه الجيش، مش معقول يا أستاذ إبراهيم أنتوا عايزين تحطوا كل حتة. مش معقول، خلوا الجيش لوحده. الجيش قايم بحاله زي الفل ومؤسسة قوية. ليه يا فندم؟ احنا مش هنراقبه؟ احنا مش مجلس الشعب او مجلس النواب هيو عنده لجنة أمن قومي وهتراقب ميزانية جيش وبتشوف وبتتابع؟ عايز أقول لك بمنتهى الصراحة بقى كده. الصمت ده له معنى أو تفكير. الجيش يا أستاذ إبراهيم مؤسسة عظيمة قوي بشكل لا يمكن تتصوروه يا مصريين. طيب، ثمة من يقول إنها رأس الحكمة، إنها اختيار المفردات بعناية، إنها يعني شيء من أشياء كده العمل المسؤول. وآخر يقول إنه عدم إفصاح، إنه يبعد تماما عن إشراك المصريين في التفاصيل. الرجل لم يقل تفصيلة عندما سئل على السؤال. أنت مع أي من رأيين؟ والعلم في الطب النفسي يا دكتور، مع أي من رأيين؟ هو أحيانا السكوت في بعض الأسئلة التي تخص أمن قومي اللي هي أمن الدولة يكون مفروض. طيب ليه ما قالش والله دي قضية أمن دولة؟ ما هو ما عطاش الإجابة. أو أمن قومي يعني. ما هو ما عطاش الإجابة، معناه أن الإجابة هنا أنا أتحفظ عليها أن أنا أتكلم فيها. في هنا بقى دعائيا في زاويتين. اتفضل. الزاويه الاولى المفاهيم الكليه، مدخل هروبي للمرشح السياسي دعائيا. يعني عندما اتحدث عن الجيش مؤسسه عظيمه، مدخل اقناعي كلي، مفهوم كلي لا نختلف عليه. لكن كون الجيش مؤسسه عظيمه لا يعني عدم الافصاح عن بعض التفاصيل. بعض التفاصيل لحظة. طيب. عندما أتحدث عن الشعب والكرامة عندما يعني هذه مفاهيم كلية، لكن أيضا الصمت يطرح غموضا أو هروبا. لا. طيب. هذا الغموض والهروب. طيب. يترك الإجابة للمتلقي وهي تمام. إجابة قد تكون تأويلية. طيب دكتور جمال، أو لا وعاوز تردفها بجملة، ماشي، هل شخصية سيسي متأثرة كثيرا كثيرا بمنصبه كمدير للمخابرات الحربية؟ نعم نعم نعم. طيب دكتور، ده شيء إيجابي ولا سلبي؟ إيجابي طبعا. إيجابي. طيب. لصالح الدولة إيجابي. طيب دكتور جمال فلويز استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا ليك. دكتور صفوة العالم أستاذ العلم السياسي بجامعة القاهرة نورتنا، وشكرا جزيلا ليك. وشكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.